اتذكر اني انا صحيت هذاك اليوم بدري رايحة على دوامي وزي كذا، فخلاص كنت جاهزة اني انا اطلع من البيت لابسة البالطو حق المختبر وخلاص طالعة من البيت، وجاني اتصال قرأت هيئة السعودية للفضاء هذاك الوقت. فرديت، اول ما رديت قام قال لي ترى يا ريانة انت الان صرتي اقرب للحلم. افتكر الجملة كانت زي كذا، انت الان صرتي اقرب للحلم، تم اختيارك من ضمن المرشحين لبرنامج رواد الفضاء. فافتكر انا هذاك الوقت دموعي غلبتني، يعني ما عرفت ايش ارد. قام قال لي ايش تبغي تقولي؟ قلت له الحمد لله، يعني ما اعرف ايش اقول. فبس قال لي نستناك ان شاء الله حسب المواعيد وزي كذا. فبعدها رخيت التليفون واستنى، يعني ماني عارفة دحين زي وضع علي، يعني اروح اداوم خلاص انا كباحثة، ولا انا دحين خسرت رائدة حقول لمين اول شيء. فافتكر لاني انا ساكنه في الرياض هنا، افتكر ان انا اعتذرت عن الدوام برضو واخذت تذكره ورحت على جده وبلغت اهل هنا. اعتذارين كلكم عند يعني شعور الفرح كان كبير جدا الى درجه انه يستاهل مساحه خاصه تعيشها مع ذاتك. صحيح، اللحظات تتذكرها كانها صارت امس. يعني اول شخص بلغتي مين؟ كانت جدتي. الله يحفظها لك يا والله. رب.